لسه مع النادي الاهلي. من المباريات اللي كانت كبيره خلال الاسبوع ده، الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي فاز على الزمالك 25-24، وواضح من النتيجه ان المباراه كانت سخنه جدا في دوري المحترفين لكره اليد، ومواصله الانفراد بصداره الدوري. الاهلي ومدربه ديفيد ديفيز وكل نجوم الفريق عملوا مباراه اكثر من ممتازه، وحققوا انتصار مهم على فريق كبير ومحترم زي فريق نادي الزمالك. طبعا ناخد مداخله مهمه جدا مع الكابتن محمد ابراهيم مدرب الفريق. اهلا بيك كابتن محمد على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنقول لك الف مبروك طبعا الفوز على الزمالك. اهلا بيك والله. اولا عايز اعرف منك، احنا دلوقتي دايما المنافسه شرسه بين الاهلي والزمالك في الدوري، لكن احنا دلوقتي متصدرين الدوري والماتش خلص بفرق نقطه واحده، صعوبه الماتش ده كانت فيها يا كابتن؟ لا والله، هو طبعا بتكلم في اي مباراه في الديربي بين الاهلي والزمالك بتبقى مباريات قويه في العادي، خصوصا كمان ان احنا في الهاندبول، لعبه الهاندبول تحديدا، احنا قانون المنتخب الرئيسي بيبقى من لعيبه الاهلي والزمالك، فبتبقى اقوى فريقين في مصر وافريقيا وممكن العرب كمان هي الاهلي والزمالك، فدايما بيبقى المنافسه بيننا على جميع المستويات سواء محليا او قاريا، فهي دي كانت صعوبه المباراه. بالاضافه طبعا ان هي تعتبر اول مباراه كبيره في السيزون، فلسه احنا عندنا حبه تغييرات في الفريق، هم عندهم حبه تغييرات في الفريق، فدايما بتبقى اول مباراه هي صعوبتها في ان احنا لسه مش عارفين بعض، في ناس جديده موجوده دخلت على الفريق ما كانتش موجوده معانا السنه اللي فاتت اول مره يلعبوا اهلي وزمالك، فهي بتبقى دي دايما صعوبه المباراه دي، في ان هي تعتبر اول مباراه بس في السيزون، لكن عامه اي مباراه احنا مش هنبقى مذاكرينها كويس ومحضرين لها، فان شاء الله القادم افضل. طيب شايف ازاي المرحله اللي جايه؟ عندنا ماتش مهم، ماتش السوبر كمان 10 ايام تقريبا مع الزمالك برضو في الامارات، وفي المرحله اللي جايه فيها ماتشات مهمه كتير للنادي الاهلي، شايفها ازاي يا كابتن؟ والله دايما انا من ساعه ما خلصنا ماتش الناس عماله اتكلمنا على ماتش السوبر اللي جاي بتاع مع الزمالك في الامارات، لكن احنا عندنا ماتش مهم جدا بكره في بطوله الكاس طبعا دور 16 مع فريق البنك الاهلي، فريق من الفرق القويه قوي السنه دي وعامله اداء كويس، ويعتبر هي ترتيبها في الجدول ما بين الثاني والثالث، فكل تركيزنا دلوقتي منصب على المباراه دي لانها مباراه خروج مغلوب، ف يعني احنا قفلنا صفحه الدوري وحاليا بنفكر في صفحه الكاس، وان شاء الله اول ما نخلصها يبقى عندنا يوم او يومين راحه نفصل فيهم شويه، وان شاء الله من يوم الاحد او يوم الاثنين هنفكر في مباراه السوبر، عشان ما ينفعش نفكر في حاجه لسه وخلالها في حاجه موجوده، عشان ما ناخدش من تركيز اللعيبه ولا من تركيزنا. هي دي طبعا طريقه النادي الاهلي بشكل عام، احنا على طول بنفكر في المباراه اللي جايه، لكن طبعا جماهيريا الجمهور بيفكر على طول في ماتش السوبر، ماتش الزمالك، الماتشات الكبيره دي، لكن انا عارف سياسه النادي الاهلي تماما، يعني على طول تفكيرنا في المباراه القادمه يعني. بالظبط. طيب شايف الفرقه اللي موجوده دلوقتي بالسكواد اللي موجود دلوقتي مع مستر ديفيد ديفيز بوجود حضرتك طبعا، التشكيله دي بالموسم اللي فات الكويس قوي اللي عملناه، الموسم ده متوقع ايه لينا، او احنا نسعى لايه هذا الموسم بقى؟ يعني احنا جايين من كاس عالم وعاملين شو حلو وعاملين شغل كويس قوي الموسم اللي فات الحمد لله. والله دايما انا بقولها من السنه اللي فاتت، انا الحاجه الوحيده اللي اقدر اوعد الناس بيها دايما الحاجه اللي هي في ايدي، اللي هي ان احنا هنموت نفسنا ونقاتل على كل، مش عايز اقول كل بطوله، لا كل مباراه. دي الحاجه اللي في ايدك، انك طول الوقت تلعب 100% وتتمرن 100% وتحضر نفسك 100%، تحافظ على نفسك بره الملعب 100%. واكيد بعد ما بتعمل كل الحاجات دي النتائج بتيجي. فدي الحاجه اللي اقدر اوعد بيها الناس، ان احنا هنقاتل على كل دقيقه في كل مباراه، وان شاء الله نعمل ان شاء الله موسم تاريخي ان شاء الله يليق باسم النادي الاهلي والجماهير ان شاء الله السنه دي. طيب مستر ديفيد ديفيز اضاف شيء كده، انا حاسس ان التعامل النفسي بينه وبين اللعيبه بيهيئهم للمباريات الكبيره بشكل مختلف شويه، لان احنا كان عندنا مشكله في الماتشات الكبيره في اخر الماتش، بنبقى ماشيين في الماتش كويس قوي والنتيجه بتبقى في صالحنا، وبعدين الفرق بيقرب قوي في اخر الماتش. في دلوقتي زي ما نقول شخصيه الاهلي باينه قوي في اخر الماتش، بنقدر نحافظ على الفرق شويه عن الاول، ده تعامل نفسي ولا اضافه مستر ديفيد ديفيز الفنيه طبعا المهمه جدا؟ قول لي رايك في الموضوع ده كابتن. والله هي كذا حاجة بترتب عليها الموضوع ده. يعني أول حاجة إن أنت لازم يعني طول الوقت تحفز اللعيبة وتخليهم يصدقوا إن هم قادرين يكسبوا. فده بتعمله إزاي؟ زي ما بقول لحضرتك، إن أنت طول الوقت تتمرن صح، بتخطط صح، بتحضر للماتشات صح، ده مرة في مرة في مرة بيخلي اللعيب قادر يصدق إنه يكسب، إن هو أوريدي عامل كل حاجة صح. فده بيديك من جواك احساس انا مش ناقصني حاجه غير ان انا انزل اطلع بس اللي انا شفته واللي انا اتعلمته. فده اللي احنا من السنه اللي فاتت مش من دلوقتي شغالين عليه، احنا فرقه كويسه، احنا نقدر نعمل حاجه كويسه للنادي،
وهو ده كان التحدي بتاعنا، ان احنا بنفس السكواد اللي كان بيخسر بقاله 4 سنين هو نفس السكواد اللي احنا كسبنا بيه. فهي ده التحدي الاكبر اللي ممكن في ناس كتير مش واخده بالها منه، ان احنا ما غيرناش الفريق. يعني كانت في ناس كتير بتطالب ان الفرقه دي لازم تمشي والفرقه دي لازم بالظبط. انا لسه كنت هقول لحضرتك الموضوع ده، السكواد تقريبا زي ما هو من الموسم اللي فات بالظبط. يعني القوام الرئيسي بتاع الفرقه هو وبعض التغييرات البسيطه جدا حصلت، لكن هو ده التحدي الحقيقي، ان انت بنفس الفريق اللي الناس كانت بتقول عليه ان هو مش عارف ايه، لا نفس الفريق ده، هم نفس الناس نفس العناصر ان انت امنت بيهم وهم امنوا بنفسهم، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل حاجه ان شاء الله تبقى بدايه نبني عليها ان شاء الله في السنه دي يعني ان شاء الله. شكرا كابتن محمد، ومبروك مره تانية طبعا على مباراه الزمالك، وكل التوفيق في المباراه اللي جايه. انا من الناس اللي بحب اسمعها يعني، وبنسعد بوجود حضرتك معانا في قناه النادي الاهلي. شكرا، وان شاء الله بكل التوفيق بقى في المباراه اللي جايه، سواء البنك الاهلي وماتشات السوبر كمان، ماتش السوبر ماتش الزمالك ده مهم جدا، ان شاء الله كل التوفيق لفرقه اليد في النادي الاهلي.